دكتور مروح، في واقعنا المعاصر الآن نستمع لأخبار في التلفزيون أو نشاهدها في الصحف تتحدث عن قتل يتم داخل الأسرة الواحدة، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها أو ابن يقتل أبوه أو أب يقتل أسرته، يعني جرائم فظيعة وشنيعة، كيف تراها وتتابع هذا الأمر؟ أخي هذا من ضعف الإيمان وعدم الوعي حقيقة، لأنك أنت لست سلطة تنفيذية. الذي ينفذ القصاص إذا كانت زوجتك أو ابنك أو ابنتك التي تقتلها، إذا كانت تستحق القتل لست أنت الذي تنفذ هذا القتل الآن، هناك في محكمة، وأحيانا بصير خطأ. يعني أنا أذكر قصة إن صحت الرواية لكن قيس عليها الآن، أحدهم وجد ابنته بطنها منتفخ، ظن أنها عاملة منكر وحامل بالحرام، أخذته الحمية فقتلها. حتى هي لو كانت هكذا حكمها الشرعي الجلد وليس القتل، هي غير متزوجة، فبعد قتلها بعثوها للطبيب الشرعي، قال هذا بسموه في علم الطب حبل وهمي، كان عبارة عن كيس ماء والبنت بكر ومش عاملة أي حاجة. فيقيل أن الرجل قتل نفسه لأن كانت بنت جامعية وبنت مؤدب وشريعة، كيف يقتل بنته بدون سبب الآن؟ هذه القصص تحصل كثيرا، بنت بمجرد شبهة أو رسالة أو مكالمة ممكن يقتل ابنته، كيف تقتلها؟ من أنت حتى تنفذ القتل؟ أنت قاتل عمدا وارتكبت جريمة القتل ولست أنت من ينفذ هذا الحكم الآن، هناك محاكم، هناك شرع بنفذ هذا الموضوع، وإن قصر هذا الشرع وهذه الدولة وهذه الحكومة الله يحاسبهم يوم القيامة. لماذا ترتكب جريمة قتل أنت في ابنتك أو أختك أو زوجتك مجرد شبهة؟ حتى لو كان كلامك مثلا وجدت أنها معتدية أو أنها مثلا كذا، حتى الزنا أخي له شروط، 4 شهود، وفي الأمر ليس بالهين، ادرأوا الحدود بالشهبات، لست أنت من ينفذ الآن. وأقول لكل من يعتدي على زوجته أو على ابنته أو أخته تحت مسمى الشرف، والحكومات الآن تساعد في هذا أخي، الآن بعض الحكومات من يقتل زوجته بحجة الشرف، قال والله شاهدت رجل خارج من البيت، يا أخي قد يكون يسرق هذا الرجل، قد يكون من لم يعتدي عليها الآن، في شبهة بقتلها، طيب ماذا تقول ربك أولا؟ ثانيا أنت من حتى تنفذ هذه الجريمة الآن؟ هناك حكومة تنفذ الموضوع الآن.